السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا في الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه خبر وفاة ابنة نائب عمدة سلا في انفجار بوطة او قنينة غاز. سبت حادث انفجار قنينة غاز في مصرع ابنة رجل اعمال محمد نجار واصابة زوجته بحروق خطيرة، نقلت على اثرها الى المستشفى العسكري بالرباط لتلقي العلاج يومه الثلاثاء. الحادث المأساوي وقع بفيلا محمد نجار صاحب مجموعة مدارس النجار بسلا بحي السويسي بالعاصمة الرباط، والذي يشغل منصب النائب الرابع لعمدة مدينة سلا عن حزب الأصالة والمعاصرة. وقد استنفر الحادث مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمنية، كما شوهد توافد عمدة مدينة سلا عمر السنتيسي وعدد من السياسيين والبرلمانيين على المستشفى العسكري لمواساة محمد نجار في هذا المصاب الجلل الذي أصابه. إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمها ويسعليها، والله يرحم جميع موتى المسلمين.